إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق الله.